عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت لك ديوان قرينت ورضا يا صحابتا يا مانتا كل واقعي حلي قاي بلامي سو اوقوه الرئيسة ونقونا ستو طبيعي لاتنكا بشان تشونا يعني كتير نوم مالنتا ديوان قرينتا اي كاب بلامي دونتين لقبان دونو على جيزة عدسيقا فومكا ايو وحي مركاسي هاقا يا تلماما هلوغا باهاني هاي عدة ورضا سياسة ديت فراني سنة اي اوقسو هاقا غان حرونتا مركاسي اوروكا قد دا ديوان قرينتا ورضا يا صحابتا ونقونسا حرونتاسي هلقا يمرك degayeen asaldiga oo ah oo markaas ay ka xiri doonaanfadu arintaas oo faahfaahsan oo gudoomiyo ka hadlayo ayuu halkan ku soo gudbin doonaa tamahay burj media fadlan hadii aad u soo subscribe ka helo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillaahi rahmaani rahiim go'aanka ku dhawaaqista iyo mudaynta furista diiwaan gelinta ururka siyaasadda markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland قضب كسجالات فقردي سكواد أوتشيني نظام ك سياسة هذه الجمهورية الصومالية لأن وحصل لك وآه نبض تلو ذاك ديمقراطية يهنان كحسبية طبعا مركنا رجلي دستور كجمهورية الصومالية لأن إسلام قضب كسجالات فقردي سدحات أوتشيني إن حير قاره هبين دونه qaabka loo furan karo xisbi siyaasi ah markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 22aad faqradiisa koowaad oo jideeyneysa muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo hawlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hidaha si waafaqsan xeerarka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay دستور که جمهوری دستورمان نه، اصلاح قدم که لبیا لباتناد فقر دیس لبات. آتشین ایسه موادین کسته، آبوحیه شروطها حرکو تلمامیو و حق لیه ای، این لدارتو و حنا او دارتو. مرکان ارجنای دستور که جمهوری دستورمان نه، قدم کسته دحیا لباتناد فقر دیس صدیحات. آتشین ایسه وحي موادينين تحر ايهين اني اسو هبيان ورورو سياسة ديت مركانا رقني قوانك محكمة دستوري قاه اي كو تاريخيسان لحية طبانكي بشي كوباد لباكوني يلابي يلاباتن تحراعي سنيهي MSD DDL 01 لباكون يلابي يلاباتن كونا سابسانا فراشادا ورورادا سياسة مركانا رقني حير لنبر أفريو طبان لبكوني يكوبيو طبان و أحيركا نيامكا ورورادا إيا أحساب تقارنكا أهنا حيركا أقاركا نيامكا ديوانجلينتا ورورادا إيا أحساب تقارنكا و أو تلماميو دستوركا جمهورية سومالي لان قدب كيسا سديحاد أي نهورا أسوأ رقني xeerkan oo si toos ah u tilmaamaya muddada liisanka ee xisaabta qaranku ku eegtahay 10 sanadood waajibinayna in diiwaangelinta ururada siyaasadda la furo 6 bilood ka hor maalinta dhamaadka liisamada xisaabta qaranka markaan aragnay xeer lambar 412012 qodobkiisa 4aad فقرديس كواد أو تشيدينيسة مدد قبشرة عطسيادة ديوانجلينتو واشن إيا أفرطن مالموت قدوهود مركان تحقريني واتباتك حلك إيا أولها وقودي جنسي إيا حيرك نظامك ورورادة إيا حسابتا سياسته حير لنبر أفر يطبن لبكون إيا كوب يطبن waxay gudiga diiwaan gelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka maanta oo ay taariikhdu tahay 20kii bisha juun 2022 si rasmi ah halkan ugu baahineysa go'aamadan soo socda koow in laga bilaabo maalinta ay taariikhdu tahay 7 iyo 20 ka juun
لبكون إيا لبيا لباتن أي سي رسمي أه أفرانت هاي ديوان جلينتا أورورا سياسة دا إي جمهورية دي سوماليلاند لبا إن مدد ديوان جلينتا أورورا سياسة دو تهاي شاني أفرتن مالمود جدهود أو كبيراب ميسا تدبيا لباتن كاتشون لبكون إيا لبيا لباتن مالمها شغادونا يهين سبتي إلى خميس ساعدها شغادونا يهين سيدادة صبح نمو إلى لبيو طمانكا دهور نمو أي صدح إن لقبل أبو تدبيا لباتن كاتشون لبكون إيا لبيا لباتن ururada danaynaya inay isu diiwaan geliyaan urur siyaasadeed ahaan ay xarunta guud ee gudigan ay diyaar ku yihiin foomka rasmiga ah ee diiwaan gelinta ururada siyaasada iyo hagaha diiwaan gelinta ururada siyaasada afar in wixii xog dheeraad ah ee daneeyayaasha ururada siyaasadu وباهين اي كالاحريري كران جودي هوسات كدي وانجلينتا اي جودي كدي وانجلينتا ورورادا سياسادا او جودي ارى حرونتا جود اي جودي وبالله توفيق